جينا اليوم لصفاقس اليوم 14 جويلة باش نعملوا الفينال. دونك اول مره تصير في تاريخ ميس تونينغ. تو عندنا 14 اديسيون نتاع ميس تونينغ تونيزي اي جينا اول مره لصفاقس باش نعملوا لا غراند فينال. لا غراند فينال السنه باش يشاركوا 9 فتيات دونك اي سون كادري بيان سور. عندنا الستاف تكنيك نتاعنا اللي هي ناديه جفال وصفاق الوحشي. نحب نشكر ديوان اف ام على خاطر هما وزيت ايفيدامون نوتر سبونسور بارتنير. يعطيكم الصحه. النوفوتي السنه اللي معناتها باش اللي باش تفاز معناتها اللي باش تربح الميس تونينغ تونيزي 2023 باش تشارك في الميس اراب يونيتي. دونك جبنا السنه معناتها جاي معنا حضر معنا سي سفيان حجار وسي رفيق بابو من ميس اراب يونيتي واللي باش تربح كما قلت لكم باش تشارك في الجزائر في شهر ديسمبر. اهلا بيا في تونس واهلا بيا على قناه ديوان. اليوم كما راكم تشوفوا رانا مشاركين كاعضاء كضيوف شرف في مسابقه ميس تونينغ تونيزي. اليوم راح نشوفوا يعني من بين المتسابقات اللي راح تفوز بالمسابقه اليوم هي اللي راح تمثل تونس ان شاء الله في مسابقه الوحده العربيه اللي تكون النهائي العربي في شهر ديسمبر في الجزائر العاصمه ان شاء الله.